الكونسبت من الشعاعات. الشعاعات هي كائنات بحرية بتوجد في البحار والمحيطات الكبيرة، وفي عائلات منها بتوجد في المياه العذبة. خدنا من شكل الشعاعات، التكوين بتاعها بيكون من مواد صلبة بتعطي الهيكل بتاعها نتانة وصلابة. خدنا الهيكل بتاع البافيليون منها، ومنها برضو الفراغات اللي فيها دي الباترن اللي خدنا منها برضو. تاني كونسبت هو اليعسوب. اليعسوب في أربع أجنحة منفصلة، فاحنا خدنا منها فكرة الشرائح المنفصلة اللي هي بتتقفل وتتفتح، وبرضو خدنا منها الباتر. في إضاءة في المشروع من جوه، خدنا الإضاءة دي جاية من فكرة إن جناح اليعسوب الجناح بالليل بيعكس الإضاءة بتاعت الليل يعني أو كده، فبيبان اللي هو مضيء. والحركة في البافيليون الداخل والخارج ده هو المفروض علشان الجناح بتاع اليعسوب مع الهواء في بيبقى فيه انسيابيه وكده، فعشان بيبقى فيه انسيابيه في الهواء من البافيليون.